وعلى السريع صارت معنا دانيا على الخط. يا مساء الهلو يا دانيا. يا مساء الهلوات، كيفك رندي؟ انا ممتازه، انت شو اخبارك؟ تمام الحمد لله بخير. دندون، عرفتي مبدا لعبه ضربتي معلم؟ مزبوط. اكيد. طيب خلاص، يلا هلا رح ابلش الف الدولاب. خلينا نشوف وين رح توقف السهم يا دندون. وين بتتوقعي توقف؟ على الكل. على الكل بدك ضربه معلم من اولها؟ ليش لا. يا ستي، وقفت عند أبو العريف. أبو العريف، يلا. أبو العريف طبعا هي معلومات عامة يا دانيا. طبعا إذا جاوبتي صح أكيد رح نربحك قسيمة بقيمة 20 دينار مقدمة من عبدين هوم سنتر. جاهزة؟ جاهزة. يلا خليني أسألك السؤال، ما هي أكبر هضبة في العالم يا دانيا؟ في خيارات؟ هضبة التبت ولا هضبة ضاحية الرشيد؟ شو أول وحدة؟ التبت ولا ضاحية الرشيد؟ ضاحية الرشيد. لا لا يا دانيا، عم بقولك هضبة التبت ولا هضبة ضاحية الرشيد؟ يلا للأسف بدي أعتذر منك يا دانيا، أكيد الإجابة الصحيحة هي هضبة التبت الموجودة بشرق آسيا قرب الصين. وصارت معنا كمان هلأ شيرين على الخط. مساء الهلو يا شيرين. مساء الورد، كيفك؟ أنا ممتازة، شو أخبارك؟ تمام. من وين عم تسمعينا يا شيرينو؟ والله بسمعكم من البيت، أنا أول مرة بسمعكم. والله طب يلا كتير منيح، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. هيك بتسمعي أصلا أنت برنامج نجوم الظهر ولا بس عشان ضربة معلم؟ انا عاده كنت اسمعها زمان بس عادت فتره طويله، هلا ما بحترق. هلا ممنوع 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 تغيري ابدا عن مزاجه في ام. توعديني شيرين؟ ان شاء الله. يلا كثير منيح. طبعا خليني على السريع اشرح لك اللعبه يمكن لانه اول مره عم تسمعينا. هي عباره عن دولاب فيه 32 خانه، بكل خانه في لعبه معينه من ربحك اياها. طبعا ضربه معلم هي الجائزه الكبرى، بتاخذي كل الجوائز الموجوده عندنا، او اذا مثلا وقفت زي قبل شوي مع دانيا على ابو العريف رح يكون في عندنا سؤال هيك معلومات عامه، اذا جاوبتي صح رح تربحي معنا قسيمه بقيمه 20 دينار مقدمه من واتساب دوغ. جاهزه؟ تفضلي. يلا يا شيرين رح ألف الدولاب، وين تتوقعي توقف السهم؟ والله ما بعرف. ما بتعرفي، خلينا نشوف. وقفت يا ستي العزيزة عند لخبطيطة. لخبطيطة هي هيك إشي كتير سريع لذيذ، فيه حزورة ممكن يا آية لا ممكن نكتة. أنت حظك اليوم يا ستي العزيزة حزيرة. بدي أسألك إياها، شو الشجرة اللي ما إلها لا ثمار ولا ظل؟ شجرة العائلة. الله عليك يا شيرين، أكيد إجابتك صحيحة، شجرة العائلة. بدي أحكي لك ألف مبروك، ربحتي معنا قسيمة بقيمة 20 دينار مقدمة من واتساب دوغ. طبعا يعني واتساب دوغ بلشوا بال 2011 مستمعينا، عندهم 6 فروع بعمان، بالرينبو، بالدوار السابع، خلدة، عبدون، الجبيهة الرابعة والرابية، وفي فرع في الزرقاء بشارع 36. اعملوا لهم أكيد فولو على الانستغرام تبعهم على واتساب دوغ جو، أو بتقدروا تحكوهم أكيد على 0798-388-40. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.